أفاقت مصر مشاهدين على فاجعة بعد أن شهدت منطقة سيدي براني بمحافظة مطروح مقتل الشاب الثلاثيني فرحات المحفوظ برصاص ضابط الشرطة وهو ما ذكر بواقعة دهس ضابط لأسرة بأكملها قبل عشرة أيام فقط ووفقا لوسائل إعلام مصرية وقعت مشادة كلامية بين الضابط والشاب أمام معرض سيارات يمتلكه وبعد أن رفض المحفوظ مثال لاوامر الضابط اطلق عليه الاخير عددا من الرصاصات فارداه قتيلا الواقع مشاهدين أشعلت غضب أهالي المنطقة الذين أشعلوا النيران في إطارات سيارات وقطعوا الطريق المؤدي إلى المدينة وحاصروا قسم شرطة سيدي براني فتدخلت قوات الجيش واعتقلت عددا من المتظاهرين كما تحفظت قوات الأمن على الضابط في مقر تابع لها بالمدينة وحتى هذه اللحظة مشاهدينا التزمت وزارة الداخلية الصمت إزاء ما حدث لكن موقع مدى مصر أفاد بأن مدير أمن مطروح طلب من شيوخ قبيلة القتيل الاجتماع معه بحضور عدد من القيادات العسكرية عقب الانتهاء من اجراءات الدفن. هذه الواقعة مشاهدينا اشعلت غضبا واسعا عكسته منصات التواصل التي تصدر فيها واسم سيدي براني. يقول الناشط الحقوقي نور خليل ان هناك بلاغا من محامي سيدي براني للنيابة العامة للتحقيق في الانتهاكات بحق أهالي المنطقة والتي شملت الإخفاء والتعذيب وتلفيق الاتهامات والاحتجاز بدون وجه حق وقتل المواطنين وتساءل هل ستقوم النيابه العامه بالتحقيق وتمنع افلات المجرمين من العقاب أما الكاتب عبد الواحد عاشور فاعتبر أن الواقع حادث فردي وقال إنه يثق في حكمة شيوخ وعواقل قبيلة أولاد علي لتجاوز ما حدث بتعاون مع رجال الجيش فهذا برأيه الخيار الأحكم والأعقل لحفظ الأمن والنظام العام البعض المشاهدين رأى أن تأهيل عناصر الأمن هو الحل محسن محرم هنا طلب بعقد دورات تثقيفية للملتحقين الجدد بالقوات المسلحة والشرطة للتعرف إلى ثقافة هذه المناطق القبلية والتأهل للتعامل معها